بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كانت الدورة الاستثنائية ديال مؤسسة التعاون بين جامعة أكادير الكابيل اللي كتضم بطبيعة الحال سعود ديال الجامعات اللي كتدبر جوج ديال القطاعات، قطاع ديال البيئة وقطاع ديال النقل. اليوم كان المصادقة على واحد ثلاثة ديال النقاط اللي هي مهمة جدا اليوم في الدورة الاستثنائية: الدراسة الخاصة بالنقل والتنقلات أكادير الكبير، واللي غادي تبعها إن شاء الله دراسة الخط الثاني من البيئة شينيس اللي غادي يشمل الكور وغادي يشمل عين زكان وعيت ملول والبشيره والقليعه. كانت كذلك اتفاقيه اللي تهيئات واحد الطريق اللي هي مهمه جدا بالنسبه للمطرح العمومي تاملس اللي كتدبر مؤسسات التعاون بين الجامعات. وكاين برمجه الفائض اللي ايجابي فيه اليوم غادي يكون فيه شراء اليات بالنسبه للجامعات الترابيه اللي منضويه تحت لواء هذه مؤسسات التعاون بين الجامعات اللي غتستفد منها، وذلك بالتضامن، ماشي بالبورسنتاج ولكن بالتضامن، لان كاين جامعات تحتاج من طبيعه الحال هذا الماتيريال هذا اللي غادي تستفد منه، غادي يكون ايجابي بالنسبه لها لجمع النفايات وطرحها في مطرح اللي هو مطرح مراقب ديال تملس.